أعلنت وزارة الآثار كشفاً جديداً يحتوي على عدد من المعالم الأثرية وعدد من التوابيت التي يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ. كما أعلنت إعادة افتتاح هرم سنفرو المنحني بمنطقة آثار دهشور بالجيزة. هذا الشكل الهندسي بني بتقنية مزجت بين زاويتين مختلفتين، إنه هرم سقارة المنبعج يستقبل الجماهير للمرة الأولى بعد ترميمه. أبواب الزيارة ستشمل أيضا هرم الكال العقائدي ضمن مربع أشارت وزارة الآثار أنه يخضع لعملية تطوير وترميم منذ نحو العام. احنا بنحتفل بنهاية الموسم الأثري 2018-2019، عام بدأ بافتتاحات كبيرة، يمكن أهمها في أغسطس الماضي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح متحف سوهاج القومي اللي بدأ الشغل فيه من أكثر من 25 سنة، والحمد لله افتتاحات بشكل منتظم، اكتشافات على مدار العام، ربنا موفقنا ببعثات أثرية مصرية في معظم الأحيان، وفي بعض الأحيان بعثات أجنبية باكتشافات طول السنة. احنا كدولة في اهتمام جدا بالآثار، وخلال الفترة اللي فاتت طبعا كان في توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالآثار والمناطق المؤدية للآثار. طبعا انتوا عارفين عندنا في محافظة الجيزة عندنا أكبر وأهم متحف بينشأ على محافي المحافظة، وإن شاء الله السنة الجاية هنشهد جميعا افتتاح المتحف إن شاء الله والعالم كله يشوفه. داخل نفس المنطقة وعلى بعد 300 متر من الهرم الأسود، كشف أثري يحوي أقنعة خشبية تعود للعصر المتأخر وتوابيت حجرية وفخارية، داخلهم مومياوات عليها بقايا من الكرتوناج. لما بدأنا هنا في أبريل 2018 كنا بنعمل حاجة اسمها سايت مانجمنت، يعني تطوير موقع. شوف الحظ الحلو ان احنا اثناء التطوير كشفنا اللقى الاثريه دي، واقولها لكم مفاجاه كمان، المفاجاه انه بعد الكشف عن اللقى الاثريه هناك العديد من المقابر في نفس المكان ده اللي احنا هنبدا فيه في اغسطس الشهر القادم ده. منطقه اثار سقاره المسجله على قائمه التراث العالمي تحولت إلى محط أنظار العالم مؤخرا بالاكتشافات الأثرية المتتالية والاهتمام الرسمي من الدولة المصرية بتطوير المنطقة ودعم البنية التحتية للمناطق المجاورة بما يدعم القطاع السياحي المصري. سلام غنيم، تان تي في.